هذا وتواجه الفتيات النازحات تحديات نفسية حتى بعد عودتهن إلى مناطقهن الأصلية وسط جهود محلية ودولية لدمجهن في المجتمع وإعادة تأهيلهن نفسيا. مزيد في التقرير التالي. أكثر من 10,000 عائلة نزحت بعد عام 2014 أمان دخول تنظيم داعش الإرهابي لبعض المناطق في ديالى، منها من سكنت في المخيمات والبقية داخل المدن، إلا أن هذه العائلات رافقتها كلمة نازح حتى بعد سنوات على الاستقرار في المدن لتلقي بظلالها على الحالة النفسية للفتيات خصوصا أثناء الدراسة وما يميزهم عن أقرانهم غير نازحين. خلونا بدائرة انه احنا نازحين، دائما يقولون حتى مرة من المرات ميزونا قالوا شوفوا يعني اللي نازحين هم اشطر من البنات اللي موجودات بهاي المحافظة، يعني فهذا كله يأثر حتى لو كان هو مدح، بس احنا نعتبره انه نقص انه احنا نازحين، بالنهاية احنا نازحين. الحكومة المركزية وبالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية تتبنى مشاريع لإعادة دمج هذه الفتيات في المجتمع من خلال ندوات وورش تدريبية تركز على العامل النفسي لتلك النازحات. اليوم كانت عندنا جلسة حوارية موسعة تخص نساء عائدات ونازحات ومجتمع مضيف. الغاية من هذه الجلسة الحوارية، احنا طبعا ويانا اصحاب قرار بعض من الموظفين والجهات الحكومية، الغاية من هذا الشيء انه احنا نريد نخلق نقوي جسور الروابط المجتمعية، زائدا نعزز الوعي المجتمعي. الحكومة والمنظمات تواصل ومد جسور عميقة بهذه الخطوة بإعادة النازحين وإعادة المشردين وكسب ود الفتيات من أعمالهم من دراستهم من توعيتهم. منظمات حقوق الإنسان وبعض الحالات التي رصدت من قبل الفتيات في المخيمات أو أماكن النزوح تعمل على رصد هذه الحالات ونقلها إلى الجهات المتخصصة لمعالجتها قبل تفاقمها خصوصا للفتيات صغار السن. بالنسبة لمفوضية حقوق الإنسان وكذلك المؤسسات كافة التي تعمل في مجال حقوق الإنسان لها أدوار كبيرة تتضمن أو تتركز فيما يتعلق برصد الواقع ونقل الصورة المباشرة والسريعة والواضحة والدقيقة إلى الجهات المعنية سواء كانت هذه مؤسسات حكومية أو مجتمع مدني. ويرى متخصصون ضرورة تكثيف مثل هكذا ورش لتشمل جميع العائلات النازحة والعائدة لضمان كسر الحاجز النفسي الذي بني مع رحلة النزوح والعيش في بيئة لم تعتد عليها هذه العائلات. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة.